اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفكير وتدمير. النهارده يا جماعه هنتكلم في موضوع مهم قوي، وهو ان انا بدات انفذ الاقتراحات اللي الناس قالتها عليا، وقلت بقى النهارده اعمل تقييم للموضوع. امبارح لما نشرت لعبه ماكسبين ما فضلتش مستمر على طول اليوم، لا فيديو ماكسبين فيديو جتا في كده في اطار التنويع يعني، والنهارده عملت نفس الكلام، نشرت فيديو من دي وفيديو من دي كده يعني وهكذا. هل في فرق ولا الهوى ولا الهوى؟ هل الدعم زاد ولا الهوى ولا اي حاجه ولا في اي فرق؟ ما فيش اي فرق فعلا يعني، ما بالعكس يمكن انا تعبت في الموضوع ده يعني. انا بالنسبه لي ان استمر على اللعبه فتره بيريحني اكتر يعني. الصراحه انا حاسس ان مش كل اللي الناس بينصحونا بيه يعني، او انا اتكلم عن نفسي يعني، حاسس ان مش كل اللي الناس بينصحوني بيه بيبقى صح. او اصل هقول لكم هي الفكره كلها في ايه، اللي بينصحني مش كلهم عندهم قنوات مثلا، او مش كلهم رؤيتهم للقناه بنفس رؤيتي للقناه يعني. مثلا انا جاي شايف حاجه هم مش شايفين يعني. مثلا انا لاحظت ان اليوتيوب بيهتم اكتر بالمقاطع الصغيره جدا اللي هي 3 دقائق 5 دقائق، وبينشرها كمقاطع مقترحه كتير جدا، وده السبب ان انا بجيب عليها مشاهدات كتير في وقت قليل. فمثلا عشان كده بعمل فيديوهات كلام كتير، الناس تقول لك لا دي قناه جيمنج احنا مش عايزينها الا جيمنج. طب هل انتوا رؤيتكم زي رؤيتي؟ انا اللي شايفه غير اللي انتوا شايفينه. اللي انتوا شايفينه ان دي قناه جيمنج ما تنشرش الا جيمنج، لا طب ما التفاعل عليها هيضيع، فاهمين قصدي؟ فالحابب اقول لكم ان انا يعني بعد تجربتي للموضوع اللي انتوا قلتوه لي، الموضوع فشل تماما، مفيش اي فرق. عشان كده اللي انا اعمله، بس برضو ايه هرضيكوا يعني، برضو هنمسك العصايه من النص. ازاي؟ انا مثلا لعبه جتا في كنت بمسك فيها بالاسبوعين والثلاثه، مثلا اقعد انشر في الاسبوعين والثلاثه دول جتا في بس، بعدها امسك في لعبه تانية واقعد برضو كذا اسبوع فيها. لا ممكن نوسطن الامور، ان انا ممكن ارجع للنظام القديم اللي كنت بعمله، اسبوع جتا في، بعد كده اسبوع مثلا فورتنايت او لعبه تانية، بعد كده اسبوع بنظام الاسبوع، او مش لازم اسبوع، ممكن مثلا 4 ايام جتا في بس خلالهم هيبقى كل اللي يتنشر جتا في بس، بعد كده 4 ايام لعبة تانية. مش هتبقى قاعدة ثابتة، بس استمر على اللعبة فترة، ده بيريحني كتير جدا. معلش يا جماعة ان انا نوعا اعمل الموضوع ده، اني بصراحة ما شفتش اي فرق فعلا يعني، بس ده اللي انا حابب اقوله يعني. فاتمنى ان انتوا تتقبلوا الوضع دوت. برضو قلتوا لي اعمل مقدمة لفيديوهات الجيمنج، فيديوهات ماكسبين بقيت بعمل مقدمة، هل في فرق؟ ما فيش. اول فيديو 4000 مشاهدة، اكمني اكمني اللعبة الاول مرة بيشوفوها على قناتي يعني، اكمني حاجة اول مرة اعملها، لعبة اول مرة، فبتبقى مشاهداتها كتير ودعم كتير. وبعد كده من تاني فيديو تلاقي 1000 مشاهدة، وقعد له كذا يوم عشان يبقى 2000. النهاردة تنشر ماكسبين تلاقي 400 مشاهدة و16 لايك. سبحان الله، اول فيديو 800 لايك، ومعداش يدوبك كام يوم بس انشر فيديو تاني الاقي 216 لايك. ايه ده؟ ما تعرفش. يعني بس ده اللي حابب اقوله يعني. انا ملاحظ حاجه يا جماعه، طب انا عندي بقى فكره، طالما الناس بتهتم باول فيديو بس من اي حاجه جديده انا عاملها ما عدا العاب الاونلاين يعني، طب ما انا ممكن بدل ما اركز على تختيم الالعاب اركز بس على تجارب الالعاب يعني. التختيم طبعا ده حاجه انا بحبها، ممكن اعملها برضو من وقت للتاني، بس مثلا ايه، لعبه جديده نزلت اجربها تجربه وخلاص انتهت على كده يعني، تجربة اللعبة بس، بحيث اني اول فيديو، الفيديو الوحيد اللي هعمله اللعبة دي هاخد عليه الدعم كله، يجي لها مشاهدات كتير جدا عشان حاجة اول مرة اجربها، بس ما يبقاش في تختيم بقى ليه، لان ممكن التختيم الناس ما تتفرجش عليه. ده اللي انا فهمته او ده اللي انا استنتجته، بس ممكن اعمل تختيم للالعاب اللي هي الحديثة قوي وقت نزولها يعني. مثلا لعبة زي جاست كوز 4 دي لعبة انا بحبها جدا وكلها تفجيرات، مثلا مجرد ما تنزل وفي وقت قليل قوي اخلص التختيم بتاعها، بحيث احصل على اكبر قدر من الدعم، لان لسه هيكون الناس ما تتفرجش عليها كتير. عامة انا في خطط في دماغي كده، بس يعني ربنا يسهل ان شاء الله. بالمناسبة احب اقول لكم ان الفيديو ده وفي وقت قليل قوي هيعدي الثلاث فيديوهات اللي نشرتهم النهارده يعني. عمال اتعب نفسي وانشر 3 فيديوهات جيمنج، واحط صوره مصغره واحط كلمات داليه، وفي الاخر فيديو كلمتين كده يضرب الثلاث فيديوهات. هو النظام كده مش عارف. بس كده يا جماعه، شكرا جدا لكم، والقى اخر في فيديو جديد.